مشاهدينا على القناة الوطنية الثانية، عسلامة ومرحبا بكم. نواصل مواكبتنا لفعاليات أيام قرطاج المسرحية الدورة 22، وفي حلقة اليوم باش نمشي ولدار ثقافة ابن رشيق نواكبوا مسرحية SDF متشردين للمخرج نصر الدين الحجاج، تمثيل علي الحجاج، منال الرياحي، نزار الكشو، نضال فرج، شكيب الغانمي. العمل يعالج ويطرح عديد الأسئلة: القلق، الانتظار، الخوف، وشكون المتشرد الحقيقي؟ العمل هذايا هو معناها طرح فني لوضعيه المتشردين في تونس، وشاهد الاقدار اللي المثقفين هذوما معناها المتشردين هذوما يكون فيهم واحد مثقف، واحده امراه بسيطه اللي تعيش من الريف وجات اجربتها ظروف باش تعيش في تونس. انطلقنا من حيثيات معينه في الواقع التونسي المعاش، يعني انا عشت شويه مع SDF، يعني عاصرتهم شويه في حياتهم اليوميه، اكثريه اللي فيهم يعني اللي قابلتهم يمكن انا سون ديزارتيست، كسوا في اليومي معناتها نتاعو في تفكيره او انه في بالواقع، يعني تلقى اللي يغني، تلقى اللي يرسم، تلقى فيهم اللي برش حاجات، مي الدنيا معناتها هزته للثنيه هذيك. مسرحيه المتشردين SDF نعتبرها تجربه طريفه وفي نفس الوقت تجربه فريده، لاني تلميت مع اصحاب قبل ما نتلم مع ممثلين، والصحاب هذوما تعاملت معاهم سواء في الدنيا ولا تعاملت معاهم سيرسان. متعه كبيره. صحيح شخصيتي شخصيه بالطبيعه، واللي هو ديما يقول طبعا وينظر للامور على انها الامور سافا. فكر معايا في تاريخ دخلني التاريخ. الدورة ظهر فيها حتى برشا تنوع على مستوى الأعمال حتى التونسية، وهنا نلاحظ برشا يعني هذه علامة صحية أنه نلقاو الشبابيك مغلقة، نلقاو جمهور تبارك الله، نلقاو أنه ما فماش إمكانية لبرشا أصدقائنا، نعتذروا ونحبوا نعتذروا لهم اللي حبوا يحضروا لكن للأسف النصاب اكتمل. دورة متميزة كالعادة، إن شاء الله ديما الدولة تتعدى خير من أختها، القادمة خير من أختها، وهذا يدل على تكاثف الجهود، تكاثف التجارب المسرحية في العالم العربي وخاصة اللي تحتضن تونس. هذا عرسنا الثقافي، عرسنا المسرحي بامتياز أعظم مهرجان عربي وإفريقي للمسرح. الضيوف كانوا على نطاق عالي، يايا كوليبالي ولا ميشيل كورتموش، ما نتصورش اللي هذية معناها من لا شيء. لازم راه دخل وسأل على شنو
ايام قرطاج المسرحيه اللي مش نمشي لها. برافو للي قايمين، وان شاء الله ديما نحاولوا نطوروا. بالطبع ما ثمش عمل غير قابل للنقد وغير قابل للتطوير. المسرحيه هذه قعدت برايف 6 اشهر بالضبط، عملنا بها تقريبا 10 11 عرض في الجهات، عرض واحد بركة في تونس، عرض واحد شوية. أما هذا قانون أيام قرطاج المسرحية، مانيش نحنا لا منحبوش، ما بينا نحن نعرض صباح وعشية وليل، خلي العباد تتفرج، خلي العباد تكتشف شنو هو المسرح. أما هذا هما لا قرروا، إن شاء الله يبدلوا. يعني استدعى الناس تجي تتفرج في مسرحية اس دي اف، لأنه كل مواطن تونسي عنده بارتي تتكلم عليه في المسرحية هذه. بصفتي أنا مواطن تونسي باش نحكي على البارتي اللي تتكلم عليه في العمل هذا. أنا نحكي في المسرحية هذه على المثقف والفنان التونسي اللي لتوا ما عندوش ستاتيو دارتيست، لتوا ما عندوش غطاء يحميه كفنان. بالشراكة بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الصحة العمومية، ثم فضاء على ذمة رواد أيام قرطاج المسرحية لاستكمال التلقيح وأيضا للتقصي السريع. هذا خاص برواد ومحبي أيام قرطاج المسرحية، موجود في مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي. احنا في كل حلقة نحاول نواكب الأجواء الخاصة بأيام قرطاج المسرحية في دورتها 22، باش نمشيو الشارع لحبيب بورقيبة. اخترنا لكم عرض موسيقي لمجموعة البحث الموسيقي بكيبس. بمناسبة الدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية وبالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون الثقافية وقسم طب الشغل بمستشفى شان نيكول، فما فريق طبي وشبه طبي متواجد معكم من يوم الافتتاح ليوم الاختتام بفضاء مدينة الثقافة. فما حملة تلقيح وحملة تقصي سريع لفيروس كورونا، جميع أنواع التلقيح متواجدة. اللي مازال ما لقاحش مرحبا به، نجم يتفضل بحضرنا بفضاء مدينة الثقافة. جميع أنواع التلقيح، وأيضا بالنسبة للي تخلف على الموعد نتاعو بالنسبة للجرعة الثانية ولا الجرعة الثالثة ينجم يجي يتفضل بحضرنا للقيام بالتلقيح. كيف بالنسبة للتقصي السريع، تقصي سريع ضد فيروس كورونا مجانا لجميع المواطنين، اللي يحب مرحبا به يتفضل بحضرنا فضاء مدينة الثقافة. نمشيو المسرح الريو، مسرحية منظر طبيعي، التمثيل لبكر الزغبي ودلال فياض والإخراج لدلال فياض من الأردن. المسرحية داخلة في المسابقة الرسمية. أكثر تفاصيل نشوفهم مع مخرجة.
مسرحيه منظر طبيعي نصار البنتر، مسرحيه موضوعها انساني جدا، بحكي عن التباعد العاطفي عن بين زوجين عايشين بنفس البيت بذاكره مقسمه بين الواقع والخيال، بين اللي عم بيعيشوه فعليا واللي عاشوه واللي هم فعلا ما عاشوه عم بتخيلوه. المسرحيه من تمثيل بكر الزعبي وانا، وعندنا سينوغرافيا لماهر جريان، وعندنا مساعد مخرج محمد المومني، والموسيقى لعبد الرزاق مطرية، كلهم فنانين اردنيين. منظر طبيعي ضمن المسابقه رسميا. معناتها المسرحيه ديومه فيها زوز شخصيات. صح، فيها انا بكر الزعبي، انا مهندس وممثل، ومعي دلال فياض وهي مخرجه العمل كمان. هذا العرض اصلا يتقدم بالسنه اللي كانت العروض فيها اونلاين، يعني كان عبر المنصات، فتم انتاجه من وزاره الثقافه في العام الماضي وبث عبر المنصات. فنحن كان عندنا المهرجانات يعني السنه الماضيه هيك عملناها، رجعت المهرجان وانه رجعنا نشوف جمهور ورجع في تواصل ونشوف عروض والناس تتفرج بعروضنا، هذا شيء كثير مهم، يعني شيء مبهج حقيقي. منظر طبيعي هي خلاف بين زوجين على مدى تقريبا 20 سنة، خلينا نحكي هو موجود مش بس بالدول العربية، موجود بكل العالم، أي اثنين زوجين ممكن يكونوا على خلاف لمدة كثير طويلة. منظر طبيعي بيعرض هذا الخلاف بطريقة شوي مسرحية، وبالنهاية بصير في كما هو متوقع، يا بيرجعوا لبعض يا بيفترقوا على طول، فبالنهاية صار إشي جميل. يعني في حلقة اليوم اخذينا فكرة على مسرحية اس دي اف اللي تعرضت في دار ثقافة ابن رشيق، ومسرحية منظر طبيعي في مسرح الريو. هكا نوصل ختام حلقتنا اليوم، نتلقاو في حلقة جديدة، نبقاو مع المواعيد الثقافية والفنية مع شفيق النسراوي. إلى اللقاء ومشاهدة طيبة على قناتكم الوطنية الثانية. مرحبا بكم في فقرة المواعيد الثقافية، والبداية باش تكون بتظاهرة أيام قرطاج المسرحية اللي تتواصل فيها العروض المبرمجة ضمن فعاليات الدورة 22. العروض تنطلق يوميا من 10 صباحا وتتواصل حتى 9 ليلا، والاختتام يكون يوم الأحد 12 ديسمبر. بيك بوسا الفصل 80 لوجيه الجندوبي تتعرض في سهرة 14 ديسمبر بالمسرح البلدي بالعاصمة، و 18 ديسمبر بالمسرح البلدي بسوسة. يشارك المخرج السينمائي نجيب القاضي بفيلم جديد قربان في المسابقة الرسمية للدورة التأسيسية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالسعودية، وهي دورة ستقام من 6 حتى 15 ديسمبر. المهرجان الدولي للواحات بتوزر في دورته 42، ينتظم من 24 إلى 27 ديسمبر، وتسبق الدورة ندوة فكرية حول الواحات ورهان التنمية يومي 16 و17 ديسمبر.
15 ديسمبر هو موعد عرض موسيقي اسمه السهرية مع الفنان شمس الدين باشا بفضاء المسرح البلدي بالعاصمة. خوذة، معرض في الفن البصري المعاصر للفنانة منى جمال السيالة بالمنازل الرومانية بقرطاج. المعرض كان انطلق يوم 10 نوفمبر وما زال يتواصل حتى 30 ديسمبر. مهرجان زيت الزيتونة والمنتوجات المحلية بيت بورسق في دورته السادسة من 23 ديسمبر وحتى 26 من نفس الشهر. أوركسترا وجوقة من العازفين الشبان يقدموا عرض بلاد بقاعة الفن الرابع سهرة 30 ديسمبر. المدينة العربي، أنهجتها، زناقيها، أسواقها، حماماتها العربي، قهويها الزمنية وجمع الزيتونة المعمور، العطارين، الشواشين، هذا الكل في معرض خطوة خطوة في المدينة العربي، معرض انطلق منذ 27 ديسمبر وما زال يتواصل حتى مارس 2022 بالفضاء الثقافي دار شادلية. لطفي العبدلي أ سان كونتون أ تونس، عرض مسرحي من نوع الوان مانشو للممثل لطفي العبدلي سهرة 16 ديسمبر بالمسرح البلدي بالعاصمة. مهرجان نوات من 10 إلى 12 ديسمبر ببرنامج متنوع فيه معرض للفن التشكيلي، لقاءات فكرية ونقاشات. تحت شعار للطفولة عنوان، تنظم دار الثقافة بني متير مهرجان الطفل من 19 إلى 23 ديسمبر. من 24 إلى 26 ديسمبر تنتظم فعاليات الدورة 11 لمهرجان قافلة المحبة بالنادي الثقافي طاهر الحداد والمركب الثقافي ببرج السدرية، واللي محورها الثالث المحرم إضافة أم إضعاف للرواية العربية. المهرجان الدولي لأدب الومضة من 20 إلى 22 ديسمبر، وذلك بين فضاء المكتبة العمومية وبلدية الدندن. ضيف الدورة القاصي الفلسطيني زياد خداش. أعلنت جمعية ألق الثقافية عن القائمة القصيرة للرواية المرشحة للفوز بجائزة توفيق بكار للرواية العربية، في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية وأسماء الفائزين خلال حفل من المقرر إقامته بتونس العاصمة يوم 18 ديسمبر. المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير بمدنين من 10 إلى 12 ديسمبر، ويشارك في المسابقة الرسمية 18 فيلم قصير لمخرجين من تونس والجزائر وليبيا والمغرب والبحرين والعراق وإيران وسوريا. أطفالنا دفء حياتنا، تظاهرة تنظمها دار ثقافة ودمليز بجندوبة من 23 إلى 26 ديسمبر. أعلنت هيئة المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء عن فتح باب الترشح للمشاركة في فعالية الدورة الثانية للمهرجان المزمع إقامتها من 20 إلى 24 مارس 2022، ودعت هيئة المهرجان كافة الفرق المسرحية التونسية للمشاركة، علما أن المهرجان مفتوح لكل الأشكال والأنواع المسرحية من أعمال مسرحية جماعية، مونودرام، هواية، محترفة، كهول وأطفال.